المدنيه والفنيه دي بتبقى الجهاز الفني. نروح لخبر اخر. اليوم السابع ماشي، الاهلي يغلق ملف التعاقد مع مهاجم جديد في الصيف، واحنا كنا اتكلمنا في الكلام ده كتير قبل كده وكلامنا طلع مظبوط، وقلنا ان كل اللاعبين الاجانب بنسبه كبيره جدا مكملين مع النادي الاهلي. شرطان لاتمام التعاقد مع كهربا بعد مزاحمه بيراميدز. هكتفي بالتعليق على هذه الجزئيه بان كل شيء وارد في كره القدم. وبعد رحله العوده من غينيا بعد مواجهه كانو سبورت، ودي اتكلمنا فيها. نروح لجريده الوطن. فايلر للوطن اسعى لكتابه